فيه الكوكب مراكشي غايور. فالحمله الانتشاجيه اللي وقعت اليوم في باب تكوالا اللي هي اللي خلات المشجعين يخرجوا. المشكل اللي واقع في كوكب مراكشي الوضعيه الحاليه المزريه تيناشدوا بالمسؤول الاول بفريق كوكب مراكشي رئيس لجنه تصريف الامور السيد نائب اللي دايرين حمله ضد تجميع الانصار والمناصب الغايور ديال كوكب مراكشي. ما فهمتش لان اش نقول لك المشكل اللي واقع من الاول السنه انت ماشي حتى دابا من الاول السنه. كيف يعقل ان كوكب مراكشي يعاني مع فرق مع احتراماتي مع بن كريري عالي يعاني مع فريق ديال اولمبيك تشيرا يعاني مع فريق مغمور كوكب مراكشي ويعاني راه عيب هادشي وعار فهمتي. ودابا اللي تنطالبو حنا لجوج الحوايج اللي تنطالبو هو انعقاد عاجل للجمع العام والانتدابات ديال الكوكب مراكشي اللي باش نديرو السنه المقبله نلعبو على الصوت. جوج الحوايج اللي هما باينين الجمع العام اللي ما فهمناش علاش تاجل من 30 اكتوبر حتى 10 اكتوبر. المشكله الكبيره هي ان البطوله غتبدا نهار 20. كيف يعقل ان الجمع العام بيكون نهار 10 والبطوله بتبدا نهار 20؟ فين هي التركيبه البشريه؟ فين هما هاد الانتدابات؟ فين هو هاد المعسكر؟ اش بغيتي دير بهاد الفرقه هادي؟ فين غادي اخويا؟ راه بهاد المعنى هذا. ثاني حاجه هما خاص الانتدابات لامعه. خليني من الانتدابات ديال البقر، راه هادشي اللي خلانا دابا هنايا هو الانتدابات ديال البقر، بهاد المعنى هذا. لبق 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 حتى وصلنا هنايا. خاصنا فرقة انتدابات تكون في مستوى كبير لامعة وما تقولش ليا باقي نسمع انايا كوكب ما عندهاش الفلوس. كوكب عندها الباتريمون ديالها عندها موارد ديالها عندها الكراوات اللي خلاو الناس ديال الممتلكات ديالها اللي في كيليز عندها لي سبونسور ديالها عندها المنخرطين ديالها عندها الموارد عندها بزاف منحات الجامعة منحات منحات مركز التكوين منحات الوزارة. هو ما تقدرش تقول لي راه الكوكب راه تمشي بواحد مليون درهم ولا جوج مليون درهم في العام علاش الكوكب ما عندهاش الفلوس؟ ما باقيش خاصنا نقولوا هاد المسألة هادي. هذا مشكل ديال سوء التسيير سوء التسيير وهذا الشيء اللي كاين. راه حنا اللي تنطالبوا راه باين جوج الحوايج راه ما كيمكنش ما بقيتش غادي نعاود انعقاد عاجل ديال 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 هذا ديال الجمع العام عاجل وفورا باش الفريق يستعد وانتدابات باش نشوف رئيس جديد وهاد رئيس جديد ينوض يخدم ويدير الانتدابات ديالو. راه عيب وعار هادشي عيب وعار. السلام عليكم.